تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال اقتراحاتكم، تساؤلاتكم، مداخلاتكم عبر أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل ويانا، أرحب فريق العمل ويانا اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج عيسى سبيه. صباحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم دكتورة عاشة البسطي. بداية مبارك لكم مقدما بالنصف من شعبان، بعده يومين إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق كل الخير إن شاء الله، والاستقبال نهاية آخر أسبوعين من شعبان واستقبال رمضان إن شاء الله. نذكر بأشياء معينة خلال احتفالاتنا بالليلة وخاصة للأطفال، يشوفون الحلويات في كل مكان، الواحد يستانس ويستمتع طبعا في هالأجواء، خاصة أنها ذكريات حلوة والواحد يحب يستمتع فيها، ولها ذكرى خاصة لكل واحد فينا، خاصة يوم يتذكر أيام طفولته. بس نلتزم بخصوص الحلويات، ما نكثر فيها، نوزع على كم من يوم، ما بأن كل ينأكل اليوم، بنفس الوقت نستمتع بوقتنا. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. اليوم مواضيعنا متنوعة مثل ما عودناكم. أول فقرة عنا الفقرة التغذوية، موضوع صراحة مهم، ناس وايد يشتكون من هالأكلات اللي تسبب هاي المشكلة. الحين جاينا رمضان، طبعا يتغير جدولنا وايد فترة رمضان، يعني تتنوع الأكلات، تزيد العزايم الطلعات، فننوع، وخاصة الناس اللي عندهم هاي مشكلة وايد تعبهم في أوقات معينة، خاصة أن فترة الأكل تكون فترة معينة. في ناس تلتزم وتأكل أشياء خفيفة أو أنها توزع الأكل، بس في ناس تكون بعدها تركز على وجبة الفطور والسحور بس، ما توزع الأكل خلال فترة يعني الأكل المسموح لها قبل فترة الصيام. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الأطعمة المسببة للغازات، بتحدثنا عنها اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي فاطمة الدرويش. صبحك الله بالخير فاطمة. صبحك الله بالنور، يا هلا أهلين دكتورة. هلا فاطمة. فاطمة طبعا ناس وايد تكون عندها غازات وتشتكي منها وتأذيها، يعني تعبها طول اليوم وخاصة في فترة رمضان يعني. صح. شو الأطعمة أو الأكلات اللي تسبب هاي الغازات عشان هالناس على الأقل تبتعد عنها أو تقللها؟ صح. طبعاً في البداية مشكلة الغازات يعانون منها يعني أغلبية الناس أو الكثير من الأشخاص، وفي البداية نذكر سببها أنها تتشكل هالغازات بوجود البكتيريا اللي في القولون. اللي ما تقدر تهضم كل الأكل، فبقايا الأكل في الأمعاء الدقيقة للأسف لبعض الأشخاص تسبب غازات وتعب. فعندنا طبعاً الأكلات المعروفة. قطع الخط، نرجع نتواصل وياها ويا أستاذ فاطمة. لأن بالنسبة للأكلات تأثر وايد خاصة كمسبب للغازات، فعشان شي حبينا نطرح الموضوع، لأن الأكل له دور كبير من ناحية الغازات، يعني يزيدها يعني يقللها، وفي أكلات معينة نقدر نضيف لها إضافات عشان تقلل هذه الغازات. يمكن الواحد يعتبرها أن غازات عادي وبتخف وشي، بس في ناس صح تتأثر منها وتتعبها وتعطيها يعني
آلام أو أشياء، يعني مثل آلام في البطن، في مرات في ناس تضربها مثل ضيجة في الصدر، وآخر شيء يكون غازات. بس حتى تأثر على يوم الشخص نفسه، تركيزه بخصوص شغله دوامه، فهالأشياء كلها تأثر على حياته. فقد ما نقدر نحاول نقللها بطرق معينة، وأفضلها الطرق نعرف شو مسببها عشان نقلله. رجعت لنا فاطمة. فاطمة معك هلا الفاطمة، هلا فاطمة، آسفين بخصوص الانقطاع. بنرجع مرة ثانية لموضوعنا بخصوص الأطعمة المسببة للغازات. تكلمتي عن الأطعمة اللي تكون توصل للأمعاء الدقيقة وما تكون من هضم كامل. وما تكون من هضمة، فلسوء الحظ غالبا ما تكون هالأطعمة صحية ومرتفعة بالألياف، لكن للأسف منها بعد تكون تسبب غازات للكثير من الأشخاص. فأكثر الأغذية طبعا اللي تسبب الغازات عندنا البقوليات مثلا والعدس، أيوة لأنها تحتوي على نوع من السكريات المعقدة اللي ما يقدر الجسم على هضمها بشكل كامل. أي نقدر نقول مثلا إن إذا إذا يعني نقع البقوليات المجففة المجففة بالماء لمدة 8 ساعات، أو مثلا وقت مثلا طول الليل أيوة عشان تنطبخ ثاني يوم، ممكن يخفف من الغازات ويسهل عملية الهضم. ممتاز. أوكي، أوكي وبعد نقطة ثانية مهمة، إن إذا الواحد كان مبتعد عن البقوليات لفترة لأنها كانت تسبب لغازات ومشاكل، ممكن إن لما يرجع يدخلها تدريجيا، مثلا ربع كوب مرة أو مرتين في الأسبوع مش أكثر، أيوة عشان نساعد الجسم إنه يهضم بطريقة يعني أفضل. ونعوده تمام، بالتدريج ونعود الجسم بالتدريج. يتقبل. ثاني شيء عندنا منتجات الألبان. معروف أن كثير من الأشخاص عندنا لاكتوز انتوليرنت، أو أيوة ما يقدرون يهضمون سكر الحليب اللي هو اللاكتوز، لأن عندهم الإنزيم إنزيم اللاكتيز يكون ما يشتغل منخفض أو عدل، ما أو يشتغل. هي ف فما ينتجون هي ما ينتجون كمية كافية من هذا الإنزيم، فيكون في صعوبة في هضم السكريات سكر الحليب، فيسبب له الأشخاص غازات. ففي هذه الحالة ممكن استبدال الحليب بالزبادي مثلا، خصوصا اليوناني، لأنه أفضل أعلى نسبة من البروتين، وأعلى نسبة أخف نسبة بالسكريات. واللبن المخمر هي ممتاز. بدائل تكون جيدة عن الحليب. وثاني شيء عندنا بعد الحليب النباتي، ممكن يكون بديل لبعض الأشخاص اللي ممكن يتقبلونه، مثل حليب اللوز أو الشوفان أو غيرهم يعني. ايوه والسويا والحين أوكي الحمد لله متوفرة، يعني ما بيحس الواحد بنقص. موجودة؟ اي لا الحمد لله متوفرة. أما البروكلي والزهرة والملفوف، الني طبعا الغير مطبوخ ايوه فريش، بعد يحتوي على نسبة عالية من الألياف وسكر اسمه الرافينوز، هذا بعد لا يهضم بشكل كامل في الأمعاء، مما يسبب الغازات طبعا لأغلبية الناس. أيوة طهي هذه الأطعمة يسهل من عملية الهضم ويخفف من الغازات. إذا كلنا هالأشياء وهي مطبوخة أفضل، بالنسبة يعني بنتكلم عن الغازات، عن إن ناخذها بشكل فريش ني. أوكي يعني بدون طبخ، فبتكون يعني طبخها يفضل على أساس تقلل. بالضبط. أي ايوه هي. اما البصل البصل مثلا الني بعد يحتوي على الفروكتان، أيوة وهي من نوع الالياف القابله للذوبان، بعد تسبب انتفاخات، وايضا طهي البصل يخفف، والثوم بعد يخفف من نسبه الاثار السيئه من الغازات. ممتاز. اوكي، أوكي وفي أطعمة ثانية بعد مثل التفاح والمقالي والمحليات الصناعية، المشروبات الغازية، هالأطعمة كلها ممكن تسبب غازات. طبعا نحن دائما نقول إن ما نبتعد عن هالأطعمة بشكل كامل، نحاول إن ندخلها بشكل تدريجي في نظامنا الغذائي، مع الوقت الجسم يتعود يهضمها. أما إذا كانت المشكلة وايد كبيرة وكان الآلام يعني مزمنة، فممكن طبعا في هالحالة يفضل استشارة الطبيب، ويعني يمكن تكون في مشاكل أكبر من بس هي مشكلة الإنزيمات أو مشكلة الهضم الغازات. أيوة الغازات. وذكرتي أنت البديل، يعني أو طريقة تقليل مسببات الغازات فيها، يعني الطرق اللي فرضاً البقوليات تنقيحها، منتجات الألبان يعوضون بشو بدال شو لين ما يتعود جسمهم، والخضروات كذلك. فهاي الشيء مهم لكل شخص، خاصة الحين في فترة رمضان اعتمادنا كبير سواء البقوليات، فترة الشوربات، منتجات الألبان
رمضان نعتمد عليها كثير في فترة رمضان، فها خاصة الناس اللي عندهم هاي المشكلة وايد يعني يتعبون منها، وخاصة فترة الصيام ما بيقدر يستخدم أي دواء أو أي شيء يخفف لها الأثار الغازات. وطريق احنا ننصحهم في فترة السحور مثلا يبتعدون عن عن الأشياء اللي يعرفون أنها بتسبب لهم غازات، وبعدين ما ننسى الأشياء اللي بعد تساعدنا مثل الكمون يساعد على تخفيف الغازات، ونشرب المشروبات مثل يعني الطبيعية مثل اليانسون والبابونج، الأطعمة اللي تخفف شوية وتريح المعدة، فهالأشياء بعد ننصح فيها بشكل عام. صح، خاصة في فترة رمضان وحتى في الفترات الثانية عشان تقلل أثر أو تقلل أثر الأطعمة المسببة للغازات على وفي رمضان الأشخاص. طبعا الأكل يعني الفرط في الأكل والأكل بكميات كبيرة ها كله ممكن يتعب المعدة خلال اليوم، صح. فأحسن أن الواحد يقسم وجباته من الفطور لين السحور، وجباته تكون خفيفة والأكل يكون معتدل، يعني مو بلأننا صايمين لازم ناكل أكثر عن اليوم. صح، خاصة في فترة الفطور بعد الصيام على طول. صح، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي فاطمة الدرويش، شكرا لك. سمعين الأعزاء، نفس ما ذكرنا بخصوص الأطعمة المسببة للغازات، ذكرت لنا أختنا فاطمة الأغذية بالعموم اللي تسبب الغازات أو تسبب أكثر الغازات، وكيف طريقة تقليل هالأثر في خلال طبخنا أو إعدادنا للوجبة نفسها عشان أثرها يكون أقل، ونفس ما قالت أن نبتدي ندخلها بكميات بسيطة لين ما نزيدها ويتعود الجسم أكثر عليها. وقفوا ويانا، مرد فاصل وراجعي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقام التواصل ويانا 6005514144 والرسائل النصية على 4006. في رسالة وصلتنا، صباح الخير دكتورة، السبب الرئيسي للعصبة هو الغازات، شكرا أحمد الحياوي. العصبة أو الألم العضلي له أسباب كثيرة، واحدة منها مو بأن الغازات تسببها، بس مرات ألم الغازات يشبه ألم العصبة، خاصة إذا كان في البطن ومن تحت وتحس بأكثر صوب الظهر، يعني ينتقل الألم، يعني عندنا مسارات معينة نسميها radiation of the pain أو انتقال الألم من مكان لمكان، يكون في مكان ويحس بالمريض ينتقل لمكان ثاني، فهالشيء بعد يعطيه بطريقة ثانية، مو بأنه هو سبب العصبة بس هو واحد من الأسباب اللي شكلياً هي بسبب الغازات بس يحس بك أنه ألم عضلي. هذا هو. شكراً أحمد لمداخلتك. اليوم نتكلم بعد عن دراستنا، دراستنا شوي شيقة اليوم، اللي تقول الكشف عن سبب قدرة وجه الإنسان على التعبير عن مشاعر عدة. افترض علماء جامعة يورك الكندية أن تطور وجه الإنسان له علاقة بالحاجة إلى مهارات اجتماعية جيدة ومتطورة، ويفيد موقع psych.org بأنه وفقاً لاعتقاد الباحثين فقد ارتبط بقاء الإنسان على قيد الحياة بظهور شبكات اجتماعية كبيرة، حيث ثبت أن للقدرة على الإيماء والتواصل غير اللفظي في مثل هذه الظروف الحياتية أهمية حيوية، إلى جانب عوامل المناخ والنظام الغذائي اللي أثرت في شكل وجه الإنسان المعاصر. وحالياً يمكن للناس أن يعبروا عن أكثر من 20 حالة عاطفية، في حين لم يكن أسلاف البشر يملكون هذه القدرة، وكانت حواجب الإنسان البارزة على شكل قوس من سمات الأنواع المنقرضة، في حين أصبحت عند نوع يعني أقل تقوسا وقادرة على التعبير عن عواطف مختلفة. عموما فإن وجه الإنسان الحالي أصبح أدق، ما يسمح له بالتعبير عن مشاعره وعواطفه، كما أن صغر الوجه له علاقة بتغير النظام الغذائي بعد أن تعلم الإنسان طبخ طعامه، لأن هذا أدى إلى تخفيض الوقت اللازم لمضغ الطعام وبالتالي صغر حجم الفكين وعضلاتهما، وهالاتجاه مستمر مع تطور قطاع الزراعة وظهور المدن الكبيرة. بخصوص صغر الوجه، قبل يعني
قديما قديما يعني، حتى مو بأجدادنا يعني، عند نشأة الإنسان أو في الزمن القديم يعني، حتى الأكل أو اللحم يمكن يكون ما مطبوخ أو مطبوخ بطريقة معينة وما مثلنا. فهالدراسة أثبتت أن أو بينت أن الأكل أو المضغ لشيء يعني بيكون يابس، بيكون مبلين نفس الأكل اللي ناكله الحين، يكون معظمه ناضج ولين، أدى حتى الفكين عنا ابتدى يصغر حجمهم ويقل، حتى العضلات عضلات الفك ابتدى يصغر حجمهم ويقل. بالنسبة لو نقارنا نفس الواحد إذا مرن عضلة عنده مع الوقت، استخدمها بكثير واستخدمها مثل البادي بيلدرز أو الناس اللي يحملون أثقال وايد، تبتدي العضلة تكبر عندهم وتكون أكثر. فهالدراسة صراحة شيقة، أن سبحان الله تغير حتى ملامحنا، حتى وجهنا، حتى جسمنا مع تغير نمط الحياة اللي نحن نسلكه. فقرتنا الجاية مستمعينا شوية مميزة صراحة، حبينا نتطرق لها ونركز عليها، اللي هو توجهات البحوث والدراسات ونشر المعرفة في هيئة الصحة بدبي. مع الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحة بدبي، جاءت إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، وهي تابعة لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، لتكون هي الجهة المنوط بها وبشكل أساس دعم اتخاذ القرار وتقديم رؤى واقعية لحالة القطاع الصحي في دبي، بجانب الرؤى والتقديرات المستقبلية. ووفقا للمهام والمسؤوليات، فإن عمل هالإدارة يرتكز على إعداد البحوث والدراسات المتصلة بتطوير القطاع الصحي ودعم الوحدات التنظيمية لإجراء البحوث والدراسات التطويرية، وكذلك نشر ومشاركة وإدارة المعرفة في المجالات ذات العلاقة، إلى جانب تجميع البيانات الخاصة بالخدمات والمنشآت الصحية والكوادر البشرية، ومن ثم تزويد متخذ القرار والباحثين بما هو مطلوب في هالشأن. حول هالموضوع يسعدنا أن يكون اليوم ويانا المسؤول عن هالمنظومة الأكثر تطور، الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ خالد. صبحت الله بالنور دكتورة. أهلا أستاذ خالد. أستاذ خالد، بخصوص هيكلية إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات وأقسامها، حابين أنك تعطينا نبذة عن هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرتي أن الهيكلية الجديدة أولت البحوث والبيانات والمعرفة أهمية كبيرة من خلال استحداث إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات. هذه الإدارة تشرف على مجموعة من الأقسام، قسم الإحصاء وإدارة البيانات، قسم البحوث والمشروحات الصحية، وقسم إدارة المعرفة. كلها يعني تصب في مصلحة اتخاذ القرار، بحيث أن القرار يكون مستند إلى يعني نتائج بحوث ومشروحات، نتائج إحصائيات، ونتائج أيضا المعرفة المتراكمة والمتوفرة في الهيئة. ممتاز. إذا توقفنا بالتفصيل عند قسم إدارة المعرفة واختصاصاته. طبعا من اختصاصات إدارة المعرفة، أولا قياس مستوى النضج المعرفي في الهيئة، وعلى ضوء هذا القياس يتم تحديد أماكن التطوير والتحسين، وبعد ذلك القيام بمجموعة من المبادرات والأنشطة توفير المعارف سواء كانت الصريحة أو الضمنية لمتخذ القرار عند الحاجة لها. فهذا اللي قامت به الإدارة وقسم إدارة المعرفة بالدرجة الأولى، هو عملية قياس مستوى النضج المعرفي بالهيئة. وبعد ما تم القياس من خلال استخدامنا إلى معايير عالمية، هي معايير كامبريدج لقياس النضج المعرفي، اتضح لنا وجود مناطق للتحسين. أيوة. وعلى ضوءها تم يعني اعتماد مجموعة من المبادرات، تقريبا
تكتفي بجزء من زيادة مستوى النضج المعرفي بالهيئة، وعلى رأسها استحداث أو تطوير استراتيجية إدارة المعرفة، ربما تكون هي الاستراتيجية الأولى في المنطقة حول إدارة المعرفة في القطاع الصحي. حسب ما قمنا بالبحث والتحري لم نجد هناك سياسة شبيهة في المنطقة، فقمنا بتطوير هذه الاستراتيجية والتي تحدد الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات المعرفية التي تحتاجها الهيئة، وتحديد جدول زمني لتطويرها وللبدء فيها. كذلك قمنا أيضا بتصميم ثلاث برامج إلكترونية تؤدي إلى التبادل المعرفي على مستوى الهيئة. أول هذه البرامج هو برنامج الأصول المعرفية. البرنامج الأصول المعرفية نقدر نشبهه بكلمة مبسطة، هو جوجل هيئة الصحة، بحيث أن كل المعارف أو المصادر المعرفية المتوفرة في الهيئة راح يكون أسماءهم ضمن هذا البرنامج حسب تصنيفات، سواء كانت طبية، تصنيفات طبية مساندة، تصنيفات إدارية. ممتاز. فإذا الطبيب أراد على سبيل المثال أن يعني يستزيد معرفة في مجال ولنقل جراحة اليد، مجرد ما يدخل إلى هذا البرنامج سوف يتعرف على من هم المصادر المعرفية في مجال جراحة اليد، وتظهر له صورهم ومعلومات مختصرة عن كل واحد منهم. يضغط على الصورة راح تفتح له يعني مساحة لكتابة السؤال. هذا السؤال جميع أطباء الهيئة في الوقت الحاضر بإمكانهم أن يطلعوا على هذا السؤال، وفقط المصدر المعرفي هو الذي يجيب على هذا السؤال. ممتاز. إذا كانت الإجابة غير مكتملة، بقية المصادر المعرفية بإمكانهم أن يضيفوا على هذا أو على هذه الإجابة، ما يمكن لجميع أطباء الهيئة أنهم يستفيدوا من السؤال ومن الجواب. ممتاز. ولنقل بعد سنتين ثلاثة أحد الباحثين من الدكاترة يريد يعمل بحث في مجال نفس التخصص هذا، يدخل إلى ما يسمى most frequent question asked، إلى وين أكثر الأسئلة التي تم سؤالها في هذا المجال، راح تجي له كل الأسئلة وكل الأجوبة راح يستفيد منها. طبعا هذا بادي على مراحل، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التخصصات الرئيسية. مجرد ما يعني تكتمل المنظومة في المرحلة الأولى ونعرف سلبياتها وإيجابياتها وتحسين السلبيات إن وجدت، سوف يعمم هذا الموضوع على باقي التخصصات بحيث تشتمل كل التخصصات الطبية في الهيئة والتخصصات الطبية المساندة. حاليا عندنا الصيدلة والمختبرات ضمن المنظومة، عندنا تخصصات الأمراض، أقصد التخصصات الرعاية الصحية الأولية، تخصصات الجراحة، تخصصات الباطنية، وتخصصات أمراض النساء والولادة، وتخصصات الأطفال، إضافة إلى تخصصين إداريين اللي هم الشؤون المالية والاستراتيجية. ممتاز. يعني بيغطي معظم القطاعات تقريبا. نعم نعم، وإن شاء الله تبارك تعالى يعني نوافيكم بالنتائج بمجرد ما تأتينا أي ملاحظات ونطلق البرنامج رسميا. الآن هو في مرحلة التجربة، إن شاء الله مجرد ما نعلن عن التجربة، عن بدء العمل الرسمي بها، راح نعطيكم نتائج اللي وصلنا لها من خلال ملاحظات المستخدمين لهذا البرنامج. ممتاز. البرنامج الإلكتروني الثاني هو برنامج المعرفة المكتسبة، وهو أن كثير اليوم من الموظفي الهيئة يحضرون إلى مؤتمرات وإلى دورات، وإلى أيضا يقومون بزيارات ميدانية لمؤسسات وشركات ودول. أيوة. طيب هذه المعرفة المكتسبة وين تروح؟ غالبا ما تبقى في ذهن الشخص نفسه أو اللي حضر، فتبقى معرفة ضمنية. فحتى نحولها من معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة، على كل واحد يحضر دورة ولا مؤتمر ولا أيضا يعني زيارة ميدانية، أن يعبي النموذج المتوفر حول أهداف البرنامج أو الزيارة، الجهة المنظمة، الفترة الزمنية، الفوائد.
كان ينصح بعمل هذه الزيارة أو بأن لحضور هذا المؤتمر، يقيم هذا المؤتمر أو هذه الدورة، وكذلك يعني يقوم بنشر مجموعة من الأوراق التي تم يعني تداولها في خلال هذا المؤتمر، فتعم المعرفة ضمن يعني موظفي هيئة الصحة. فأنا إذا أردت أن أحضر نفس المؤتمر أدخل إلى البرنامج وأعرف يعني إذا هذا البرنامج كان مفيد غير مفيد مجدي غير مجدي من خلال آراء الحضور. ممتاز. أما البرنامج الثالث اللي هو برنامج المواهب والهوايات، هذه يعني الكل منا إضافة إلى تخصصه الوظيفي، قد يكون طبيب ممرض صيدلاني، ولكن هو عنده أيضا هوايات، وهذه الهوايات يعني احنا نقول له إذا أنت عندك رغبة في أن يشارك فيها الآخرين أنت يعني ممكن أنك تكون ضمن هذا البرنامج. فعلى سبيل المثال اليوم مثلا في ناس عندهم قدرات في اللغة يتحدثون 4-5 لغات بطلاقة، وجاني مثلا وفد ولنقل روسي، فبدل ما أنا أجيب مترجم من خارج المنظومة لا أجيب أحد الأطباء الذين يتحدثون اللغة الروسية ويرغبون في أنهم يشركون في المواهب اللي عندهم، استدعيه ونقول له تعال وترجم لنا هذا اللقاء اللي بيصير مع الوفد الروسي. ممتاز. اكتشفنا ان اللغة المتداولة لغة طبية من طبيب يفهم اللغتين العربية والروسية او الانجليزية والروسية، كذلك واحد منا وفينا فايضا في بعض الامور او بعض النقاشات الحساسة بيكون صريح معنا في ان ينقل وجهة نظرنا وينقل ما سمعه من الجهة الاخرى. ممتاز. ومشاركة حتى الموظفين في هذه الاجتماعات وتعبير عن رايهم بعد فهالشيء يلعب دور كبير يعني في سعادة الموظف. ثاني شيء حتى الموظفين الباقين عارفين قبل ما احضر المؤتمر، فرضا انا كطبيبة انا عندي فكرة عن اللي حضروا قبلي كيف كان انطباعهم عن هذا المؤتمر. شيء جميل ومجهود كبير وتشكرون عليه استاذ خالد الجلاف. نشكرك على فقرتك اليوم أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات. شكرا لك. العفو. وأتمنى أن يعني أن هذه البرامج إن شاء الله تصب في أن المعارف الموجودة تكون متداولة إن شاء الله، وتكون ذات قيمة في اتخاذ القرار وفي أيضا تعريف الموظفين بمعلومة صحيحة. اليوم فقط معلومة، اليوم بعض الأطباء إذا أرادوا أن يستفيدوا معلومة طبية أحيانا يذهبون إلى جوجل لمعرفة هذه المعرفة الغير موجودة لديهم. المعارف الموجودة في جوجل ما نقدر نضمنها 100%، لأن لو ندخل على موقعين راح نلاقي كل واحد راح يعطي إجابة مختلفة فيها شك يعني، ولكن لما يرجع إلى مصدر معرفي موثوق ومعتمد من قبلنا ويعطيه الرأي الصحيح يضمن أن الإجابة اللي حصلها صحيحة ومعتمدة من جهة معتمدة. صح. إن شاء الله بنلقاك في لقاء ثاني أستاذ خالد. نشكرك على فقرتك اليوم اللي لها أهميتها سواء على القطاع الطبي نفسه في هيئة الصحة في دبي أو حتى على المتعاملين. أستاذ خالد شكرا لك. العفو. مستمعينا الأعزاء، مثل ما خبرنا أستاذ خالد وطرح بخصوص توجهات البحوث والدراسات نشر المعرفة في هيئة الصحة بدبي وأهميتها سواء على الطاقم الطبي نفسه أو حتى على المتعاملين. طالعين فاصل إن شاء الله ورادي لكم فقرة مهمة بعد. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسالة النصية على 4006. حياكم الله. في سؤال دكتورة، مطحون نوى التمر هل بديل عن القهوة؟ من أم محمد. بالنسبة للمطحون نوى التمر هو كبديل بس ما يعتبر نفس بالضبط مواصفات القهوة، لأنه ما يحتوي على الكافيين نفسه، فما بتحسي بنفس المفعول اللي تعطينا إياه القهوة هو نفسه. وإن شاء الله بنحاول نتحدث حتى
بالتفصيل بخصوص نوى التمر وعلاقته وطريقته وبخصوصه هو والقهوة، يعني كمقارنة إن شاء الله في واحدة من حلقاتنا. فقرتنا الحين فقرة مميزة صراحة، منو فينا ما يحب الأشياء التفاعلية اللي فيها تشجيع وفيها إيجابية، وخاصة إذا كانت من ناس في أعمارنا أو حتى أكبر عنا أو أصغر عنا، بس يعطونك الطاقة الإيجابية اللي تمشي فيها، أو أن حتى يحولك أشياء وايد، يعطونك أفكار جديدة، فهالشيء يعطيك تشجيع سبحان الله، حتى طاقتهم الإيجابية تحس أنها مرات توصل لجسمك، توصل لحياتك، تغير أفكارك، تعرف خبرات ثانية تتعلم منها وتستفيد منها. يمكن الواحد ما يمر بهالخبرة أو بهالتجربة، بس غيره مر بهالتجربة، بس يعكس كيف تغلب على هالصعوبات اللي واجهته وكيف وصل لنجاحه. اليوم بنتكلم عن تيدكس دي اتش اي واستعدادات هيئة الصحة بدبي لها الفعالية. تتنظم هيئة الصحة بدبي فعالية تيدكس دي اتش اي، وبيكون في يوم 29 ابريل وهالسنة الثانية لهم على التوالي، حيث يجتمع نخبة من المتحدثين والملهمين في شتى المجالات باسلوب شيق لمشاركة الحضور بافكار وتجارب تستحق تعميم. ينضم الحضور هالفعالية 300 موظفين هيئة ومؤسسات حكومة دبي اللي تم اختيارهم بعناية من فئة الشباب الواعد والمتحمس للمستقبل المشرق، ومن لديهم إمكانيات وفرص لخلق تغيير حقيقي في مجالاتهم. للتحدث عن استعدادات هيئة الصحة بدبي لفعالية تيدكس دي اتش اي، ويانا على الهاتف ندى عبندة، استشارية في مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير ندى. صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا دكتوره، كيف حالك؟ الله يسلمك ندى. طبعا تيدكس له فعاليات مميزه طبعا والجميع يحبه، ممكن تعرفينا، في حد يمكن ما سمع بتيدكس او ما بعرف عن تيدكس، فممكن تعطينا نبذه بسيطه عن تيدكس وخاصه تيدكس دي اتش اي؟ طبعا فعاليات تد حوالين العالم او تيدكس حوالين العالم بدت من حوالي 15 سنه. الهدف الاساسي لها كان انها تشارك الاشخاص بتجارب وبافكار جديده وغريبه تلهم الاخرين من حولهم. معظم الناس اللي بمروا بصعوبات وتحديات في حياتهم ممكن انهم يمروا بهاي التحديات والصعوبات بينهم بين حالهم، من غير ما يشاركوا الناس، من غير ما يستخلصوا دروس ممكن انه غيرهم يستفيد منها. كلياتنا في عندنا تحديات في حياتنا، بس يمكن المعظم لما بيواجه هاي التحديات بيوقف، ما بيقدر انه يطلع منها، ما بيقدر يفكر بطريقه مختلفه، ما بيقدر انه يتحرك بطريقه تقدر انها تفيده او تفيد الناس اللي حواليه. الهدف الاساسي من هاي الفعاليات انه نشوف مين هم هذول الاشخاص اللي في عندهم تجارب غريبه، تجارب مختلفه، بس أهم من هذا الحكي تجارب تلهم الأشخاص اللي من حواليهم إنه يفكروا بطريقة مختلفة، يتحركوا بطريقة مختلفة، يفيدوا الناس اللي حواليهم ويستفيدوا هن كمان بنفس الوقت. نحن كهيئة الصحة في دبي في عنا رسالة لازم إنه نوصلها لكل الناس في المجتمع، إنه نحن ما بدنا نستنى عبين ما نكون في حاجة الرعاية الصحية تسيك أو عشان ناخذ الرعاية الصحية. نحن في كتير أشياء لازم إنه نعملها بحياتنا حتى نحافظ على صحتنا ونمنع الأمراض أو المشاكل من أنها تصير معانا. فواحدة من الأشياء اللي حابين إنه نركز عليها خلال هاي السنة من فعالية تيدكس إنه كيف نشارك تجارب وأفكار وطرق مختلفة لكنها بسيطة وفعالة عشان الواحد يحافظ على healthy lifestyle أو أسلوب حياة صحي ومتكامل اللي يحافظ على صحة الواحد ويمنع الأمراض أو يمنع المشاكل الصحية من إنها تصير. الفعالية لطيفة، خفيفة، حلوة، مختلفة، تفاعلية. رح يكون في عنا تقريبا 8 متحدثين من أنحاء العالم ومن دبي نفسها يشاركونا بأفكار جديدة، بأفكار غريبة، يقدروا أنهم المستمعين والناس اللي عمالهم بيحضروا أونلاين لهاي الفعالية يستفيدوا منها وto be inspired مثل ما بيحكوا، يطلعوا في عندهم إلهام أنهم يعملوا أشياء بصورة مختلفة في حياتهم. ممتاز.
بالنسبة للفعالية بتكون في 29 أبريل. صحيح. ممكن ندى تخبرينا عن المكان اللي بتكون فيه تيدكس والحضور بيكون بس لهيئة الصحة، موظفين هيئة الصحة، ولا للجميع الدعوة عامة تكون؟ حلو كتير. المكان راح يكون في مدرج هيئة الصحة اللي موجود في المكتب الطبية في الانوفيشن سنتر أو مركز الإبداع الصحي لهيئة دبي اللي موجود في عود نسا. أيوة. بصراحة السنة الماضية نحن كانت الفعالية منحصرة على موظفين هيئة الصحة فقط، لكن الصدى اللي عملته هاي الفعالية والطلب اللي كان موجود إنه ناس من خارج الهيئة حابين إنهم يحضروا، هاي السنة قررنا إنه نزيد عدد الحضور ل 300 شخص ونفتح الريجستر أو نفتح باب التسجيل لجميع موظفين حكومة دبي. ممتاز. فبإمكان أي شخص حابب إنه يسجل لحضور الفعالية إنه يرسل إيميل على tedx@dha.gov.ae ونحن بنأكد الحضور تبعه، بس لازم طبعا إنه يكون شخص من موظفي حكومة دبي. أي قطاع أو هيئة من من هيئات حكومة دبي، ويطرشح على الإيميل اللي ذكرتي. ونحن إن شاء الله كمان اليوم أو خلال الأسبوع القادم رح نحط على وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة لينك للريجستريشن عشان إذا بحبوا كمان أنهم يعملوا ريجستريشن أونلاين. ممتاز. ندى، مثل ما تحدثتي أن 8 متحدثين من أنحاء العالم ومن دبي كذلك بيكونوا متواجدين في تيدكس، كيفية اختيار المتحدثين في هالفعالية؟ حلو. واحدة من الأشياء الأساسية اللي دائما ندور عليها اللي هي الموضوع نفسه اللي هذا المتحدث حابب إنه يحكي فيه. طبعا في كتير قصص، في كتير تجارب تستحق إنه الواحد يشاركها، لكن في كتير تجارب متشابهة، في كتير أشياء يعني مرت أكثر من مرة علينا، لكن واحدة من الأشياء اللي مدور عليها اللي هي قدي مختلفة هاي التجربة، قدي هاي التجربة إشي يونيك أو إشي خاص بهذا الشخص، متميزة. ما سمعناه قبل، مميز، ما شفناها قبل هيك. يعني واحدة مثلا من التجارب اللي أحد المتحدثين رح يحكي عنها اللي هو ماركوس سميث، هو شخص ضربته شاحنة كسرت 51 عظمة في جسمه، كان قاعد في المستشفى لمدة 6 أشهر غير قادر على التحرك، خبروه أنه هو خلاص أصاب بالشلل، لن يستطيع المشي بعديها. خلال أقل من 8 أشهر خلال تحدي اللياقة في دبي قدر أنه يركض 30 ماراثون خلال 30 يوم، يعني كل يوم كان يركض 42 كيلومتر لمدة 30 يوم متواصل. ما شاء الله. صح، يعني شيء بالضبط. فأنت لك أن تتخيلي إيش الأفكار اللي كانت موجودة في دماغه وهو قاعد على كرسي بيحكوا له أنه أنت هتمشي بعد هيك في حياتك، وهو شخص كتير رياضي وبحب الحركة وحابب أنه يعمل أشياء في حياته، وحكوا له خلص أنت بسزت، هاي هي نهاية المسار الرياضي تبعك. كيف قدر أنه يقنع نفسه ويختار أنه لا، هاي مش هي النهاية، أنا رح أقدر أرجع أمشي، بس أنا رح أقدر أرجع أمشي منيح، أنا رح أقدر أرجع أركض، أنا بدي أتحدى نفسي، أنا بدي أثبت للعالم ولحالي إنه هاي مش النهاية. فكل الأفكار اللي كانت موجودة في راسه، إيش الأشياء اللي حفزته إنه يقدر يرجع يعمل هاي الشغلات كلها، هي تجربة فعلا تستحق إنه يتم مشاركتها والواحد إنه يتعلم منها. طب أنا لما تواجهني أي صعوبة في حياتي كيف ممكن إني أمشي لقدام؟ صح. وحتى أي واحد يمر بهالتجربة بيحس أن في حد مر قبله بهالتجربة وعنده نفس الإحساس، وكيف غير إحساسه لدرجة أن تحدى هالإحساس وتعدى أن بدال ما يكون على كرسي أو بس يمشي ويعيش حياته طبيعية، استوى رياضي في ماراثونات ومعروف للجميع ودخل نفس ما قلتي ماراثونات كثيرة. فهالشي صح، بيعطي انعكاس وتشجيع، خاصة أن الشخص مر بهالتجربة يعني، والكل عارف أن هذا الشخص مر
مر بهالتجربة، يعني يقتنع الشخص أكثر، خاصة إذا عرف أن اللي قدامه مر بهالتجربة، مو بأن يتكلم عنها بواقع قرأ من كتاب أو سمع من حد. فصراحة حمستينا وايد ندى لتيدكس دي اتش اي من فقرة واحدة ذكرتيها، والفقرات الثانية خليها كمفاجأة للجميع. أكيد أكيد، ونحن كمان كتير متحمسين إنه توصلنا طلبات التسجيل كلياتها من موظفين الهيئات الحكومية في دبي، ونحن بنوعدكم إنه رح تكون فعالية مثل السنة الماضية بقوتها وإن شاء الله أقوى كمان. إن شاء الله إن شاء الله. ندى، بالنسبة للسنوات القادمة أو السنة القادمة تدكس إن شاء الله، إذا أي شخص حاب يقدم فيه في أي يعني طريقة معينة أو يكون في إيميلات معينة تنشر بحيث أي واحد يبغي يقدم؟ 100%. نحن كل سنة أثناء الأشهر اللي بتسبق الفعالية بننشر على وسائل الاتصال إنه نحن عمالنا مندور على متحدثين مع أفكار وتجارب مميزة وطريقة إلقاء كمان مميزة، بقدروا إنهم يتبعوا اللينك عشان يقدموا لنا الطلب التحدث. وبنفس الوقت كمان في أي وقت خلال السنة كلياتها الإيميل موجود، اللي هو بريد برجع بحكي مرة تانية tedx@dha.gov.ae. بأي وقت أي حد حابب أنه يتواصل معنا نحن إن شاء الله جاهزين وما بنقصر. شكرا ندى، ونذكرهم مرة ثانية 29 أبريل الجاري إن شاء الله بتكون في مدرج هيئة الصحة بدبي، بتكون الفعالية، وبتكون في أي فترة ندى؟ في الفترة الصباحية نبدأ إن شاء الله الساعة 9، التسجيل والريسبشن الصباحي بيكون الساعة 8:30 لحين الساعة 12:30. ممتاز ممتاز، وهاي دعوة لموظفين الهيئات التابعة لحكومة دبي وكذلك لموظفين هيئة الصحة بدبي لحضور هالفعالية المميزة صراحة، اللي تعطي تشجيع وتعطي مثل ما نقول inspired others، يعني تعطيك شوية تشجيع أكثر، وخاصة إذا تجارب عملية وتجارب يعني وتحديات كبيرة. ندى عبندة استشاري، ندى عبندة شكرا لك على مداخلتك وعلى بالنسبة للفقرة اللي خبرتينا عنها وكذلك شرحك لهاي الفقرة، لأن صراحة شجعنا وإن شاء الله يشجع البقية بعد لحضور هالفعالية. ندى عبندة استشاري في مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي. شكرا شكرا. مستمعينا الأعزاء، نفس ما خبرتنا أستاذة ندى بخصوص الفعالية بتكون في 29 أبريل، وصراحة المواضيع اللي بتقولها واحدة من المواضيع بهالطريقة كان التشجيع فيها، فما بالكم بالمواضيع الثانية اللي فيها أحداث وفيها تحديات وكيف الشخص حل هالتحدي ووصل للمكان والنجاح اللي وصل له. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، نشكر طاقم العمل في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج عيسى سبيل، يعطيكم العافية، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، واللي على شغله ألف عافية، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، موفقين، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.